الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، شرطان لقبول العمل: الإخلاص ومتابعة السنة. الإخلاص ومتابعة السنة، هذان شرطان لقبول العمل. يقول الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثاني: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إسلام القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ أي لما فعلت وكيف فعلت. ثاني قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانا. لما وكيف؟
أي لما فعلت وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس؟ أو خوف ذمهم؟ أو استجلاب محبوب عاجل؟ أو دفع مكروه عاجل؟ أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه؟ ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي، أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما، فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة. فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة، الإخلاص تعريفه هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. ثاني، هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، وقيل هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. تاني التعريفات دي، اسمع، الإخلاص تعريفه هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، وقيل هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وقد أمر الله عز وجل بالإخلاص، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثاني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تاني، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. حديث ثاني. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعداه 3 ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. الله أكبر، سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. تاني، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والمعنى أن هذه 3 تستصلح بها القلوب. والحديث الثاني: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والمعنى أن هذه 3 تستصلح بها القلوب. فمن تخلق بها طهر قلبه من الخيانة، والدغل والشر، ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص. ثاني، ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص، لقول الله عز وجل: إلا عبادك منهم المخلصين، ويروى أن أحد الصالحين كان يقول لنفسه: أخلصي تتخلصي، أخلصي
تتخلصي. وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح له النفس ويميل إليه القلب، قل أم كثر. وإذا تطرق إلى العمل تكدر به صفو. ثاني، وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح له النفس ويميل إليه القلب، قل أم كثر. إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته، قلما ينفعك فعل من أفعاله وعباده من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل طوبى لمن صحت له خطوة لم يرد بها إلا وجه الله. لذلك قيل طوبى لمن صحت له خطوة لم يرد بها إلا وجه الله. فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها، حتى يتجرد فيه قصد التقرب، فلا يكون فيه باعث سواه. والشيطان قد يحاصر العبد ويحبط له كل عمل، ولا يكاد يخلص له عمل واحد، وإذا خلص عمل واحد فقد ينجو به العبد. وإذا خلص عمل واحد فقد ينجو به العبد. قيل للإمام سهل: أي شيء أشد على النفس؟ قيل للإمام سهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. فالنفس تحب الظهور والمدح والرياسة، وتميل إلى البطالة والكسل، وزينت لها الشهوات. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. فأشد الشيء على النفس إخلاص النية لله عز وجل. قال أيوب: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال بعضهم: إخلاص ساعة نجاة الأبد، إخلاص ساعة نجاة الأبد. ولكن الإخلاص عزيز، فينبغي لمن أراد الإخلاص أن يقطع محبة الشهوات من قلبه، ويملأ قلبه بحب الرب جل وعلا، ويستغرق الهم بالآخرة، فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية. ومن ليس كذلك فباب الإخلاص مسدود عليه إلا على النذور. فالذي يغلب على قلبه حب الله عز وجل وحب الآخرة تكتسب حركاته الاعتيادية صفة همة وتصير إخلاصه. فالذي يغلب على قلبه حب الله عز وجل وحب الآخرة تكتسب حركاته الاعتيادية صفة همه وتصير إخلاصا. والذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة فيها وبالجملة غير الله تكتسب جميع حركات تلك الصفة، فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا. فإذا الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب
حيث يغلب ذلك على القلب، وحينئذ يتيسر الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها من المغرورين، كما حكي عن بعضهم أنه كان يصلي دائما في الصف الأول فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني، فاعترته خجلة من الناس حين رأوه في الصف الثاني، فعلم أن مسرته وراحة قلبه في الصلاة في الصف الأول كانت سبب نظر الناس إليه. وهذا دقيق غامض، قلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالى. والغافلون عن الإخلاص يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات، وهم المقصودون بقوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال في الإحياء: فقد ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء. والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء، وقد قال الله تعالى: في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حقيقة النية، ليست قول القائل بلسانه نويت، بل هي انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من الله. فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر في بعضها، ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين تأثر عليه في أكثر الأحوال إحضار النية للخيرات، فإن قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاصيل غالبا، ومال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك، بل لا تتيسر له في الفرائض إلا بجهد جهيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم. قوله إنما الأعمال بالنيات، أي أن قبول الأعمال الصالحة الموافقة للسنة منوط بتوفر النيات الصالحة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فهذه قاعدة من قواعد الشرع الحنيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس تكرارا للقاعدة الأولى،
ولكنها قاعدة جديدة يرسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الشرع التأسيس، والمعنى أن ثواب العامل على عمله يكون بمقدار النيات الصالحة التي يجمعها في العمل الواحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال التي صورتها واحدة وتختلف في صلاحها وفسادها. وقيل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول من المثال تعظيما لهذه النية ولقدر هذا العمل المصحوب بهذه النية، وحتى تلتز القلوب والألسنة بإعادة ذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكرر في الجزء الثاني من المثال تحقيرا لهذا العمل المصحوب بهذه النية، وحتى يدخل في ذلك بقية النية الفاسدة. والنية الصالحة لا تغير المعاصي عن مواضعها، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فيظن أن المعصية تصير طاعة بالنية. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يخص من أقسام العمل الثلاثة الطاعات والمباحات دون المعاصي، إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد، ودخول النية في المعصية إذا انضافت إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وتعظم وبالها. والطاعات مرتبطة بالنيات، في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. فأما الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله وحده. فإن الرياء صارت معصية، وأما تضاعف الفضل فبكثرة النية الحسنة. أما المباحات فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات. فضل النية، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. والمراد بتلك الإرادة النية. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزو تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معك. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فشاركوا في الأجر بحسن النية. قال بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال يحيى بن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال بعضهم: تجارة النيات تجارة العلماء. والمعنى أن العلماء هم الذين يعلمون كيف يعاملون ربهم عز وجل ويربحون عليه عز وجل أعظم الربح،
أما في الطاعات فينوي في الطاعة الواحدة نيات كثيرة، كمن يقصد الذهاب إلى المسجد فينوي أنه زائر لبيت الله وقاصد كذلك لصلاة الجماعة التي تعدل صلاة الفذ 27 ضعفا، وينوي مع ذلك سماع الذكر من العلماء وإفادة العلم بالأمر، وإفادة العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ المسجد لا يخلو من جاهل يسيء في صلاته، وينوي مع ذلك أن يستمد أخا في الله، فإن ذلك غنيمة ونصرة للدار الآخرة، وينوي كذلك ترك الذنوب حياء من الله تعالى. فما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. أما المباحات فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات كما قال بعضهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ونصح بعضهم فقال: لا تعملن عملا إلا بنية، لا تعملن عملا إلا بنية. فيمكن للعبد أن يستحضر نية صالحة في مباحاته فتصبح بذلك قربات. فالتطيب مثلا إن كان قصد به التلذذ والتنعم فهو مباح، وإن نوى به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قربة، وإن نوى به التودد إلى قلوب النساء الأجنبيات والتفاخر والتكاثر فهذا يجعل التطيب معصية. فإذا المباح بالنية الصالحة يرتفع إلى قربة، فإذا المباح بالنية الصالحة يرتفع إلى قربة، فإذا المباح بالنية الصالحة يرتفع إلى قربة، يعني قربات إلى الله، وبالنية الفاسدة يصبح معصية. متابعة السنة الشرط الثاني لقبول العمل أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصح العمل. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، فكما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها فهو ميزان للأعمال في ظاهره، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى ليس لعامله فيه ثواب، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى ليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، فقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا من ذلك فهو مردود. ثاني، فمن كان
فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول ما دام أنه موافق للشريعة، ومن كان خارجا من ذلك فهو مردود. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل التي ينبغي للعباد أن يسلكوها حتى لا يكونوا يوم القيامة من المغبونين. يقول الله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثاني: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته من بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روى عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف، فالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ففي هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنة وسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والسنة هي الطريق المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. ثاني قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارين: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته من بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روى عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ففي هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والسنة هي الطريق المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه والراشدون خلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وقوله
عضوا عليها بالنواجذ كناء عن شدة التمسك بها. والنواجذ الأضراس، قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة والمبتدعة، وأكد ذلك بقوله: وكل بدعة ضلالة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فقوله كل بدعة ضلالة من جامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. فهذا الفعل ولم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصل في الشر يرجع إليه، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن تكتب عليهم فيعجز عن القيام بها. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين. وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد قال: سمعت الشافعي يقول: البدعة بدعتان. الشافعي يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. وقال ابن رجب رحمه الله: ومراد الشافعي رضي الله عنه أن أصل البدعة المذمومة من ليس له أصل في الشرع ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وفق السنة، يعني ما كان له أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما أحدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدع. فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وابن مسعود رضي الله عنه قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. وروى ابن حميد عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم،
ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم أو تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك، من زعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، وقد أمر الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثاني الكلام ده ثاني روى ابن حميد عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم، ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم أو تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك، من زعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، وقد أمر الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل جعل الله عز وجل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته عز وجل، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلوهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل، لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ثاني عن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل، لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وعن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب، إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليه. وعن المعتمر بن سليمان قال: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي: مالك؟ فقلت: مات صديق لي. فقال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: لا تحزن علي. يا الله. عن المعتمر بن سليمان قال: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي: مالك؟ فقلت: مات صديق لي. فقال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: لا تحزن علي. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء.
الأخبار في ذم البدع والمبتدعين. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعن أيوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. روى سعيد الكريزي عن سعيد بن عامر الضبعي قال: مرض سليمان التيمي أو التيمي، فبكى في مرضه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: لا، ولكن مررت على قدري فسلمت عليه، فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. وعن الفضيل قال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل، ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل. ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فصل. فإن قال قائل: قد مدحت السنة، فإن قال قائل: قد مدحت السنة وزممت البدعة، فما السنة وما البدعة؟ فإنا نرى كل مبتدع يزعم أنه من أهل السنة. فالجواب أن السنة في اللغة الطريقة، ولا ريب أن أهل النقل والأثر المتتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه رضي الله عنهم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والبدع عبارة عن فعل لم يكن يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم فابتدع. والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يجب التعاطي عليه فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا
ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا حفظا للأصل وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حين أمراه أن يجمع القرآن: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن أبي البختري قال: بلغ عبد الله بن مسعود أن قوما يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبحون، ورجل يقول لهم: سبحوا كذا وكذا، احمدوا كذا وكذا. قال عبد الله: إن قعدوا فآذنوني، فلما جلسوا آتوه فانطلق فدخل معهم فجلس وعليه برنس، فأخذوا في تسبيحهم، فحسر عبد الله عن رأسه البرنس وقال: أنا عبد الله بن مسعود. فسكت القوم، فقال: لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فقال رجل من بني تميم: ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فقال عمرو بن عتبة بن فرقد: أستغفر الله يا ابن مسعود وأتوب إليه. فأمرهم أن يتفرقوا، فقال عبد الله: لئن اتبعتم القوم لقد سبقوكم سبقا مبينا، ولئن جرتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي الصحيحين عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاف، فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهموا أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فهؤلاء أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم بمنه وكرمه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاتباع، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. أيها الأحبة في الله، فضل العلم والعلماء قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دلت هذه الآية على فضل العلم وأهله من وجوه. الآيتان: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دلت هذه الآية على فضل العلم وأهله من وجوه. الأول: استشهاد العلماء دون غيرهم من البشر. الثاني: اقتران شهادة العلماء بشهادة الله عز وجل، شهادة الملائكة. الثالث: ضمن استشهادهم تزكيتهم وتعديلهم من الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول،
ومنه الأثر المعروف: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أنه عز وجل استشهد به على أجل مشهود عليه وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. ومن الأدلة على فضل العلم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله مزيدا من العلم، وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه. ومن الأدلة كذلك على فضل العلم أن الله عز وجل أخبر عن رفعة أهل العلم والإيمان درجات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. ومن الأدلة كذلك على فضل العلم وأهله أن الله عز وجل أخبر أن أهل العلم هم أهل خشيته، بل خصهم من بين العباد بذلك، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار جهلا، والعلم هو خشية الله عز وجل، والعالم من يخشى الله. قيل للشعبي: يا عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله. ومن الأدلة كذلك على فضل العلم وشرفه أن الله عز وجل شهد لمن آتاه العلم بأنه آتاه خيرا كثيرا، فقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. ومن الأدلة كذلك على فضل العلم وشرفه أن الله عز وجل جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن بما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله
واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب الجاهل والمعلم سواء. ومما يدل على شرف العلم والتعلم قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويدل الحديث بمنطوقه على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، وبمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليهم في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وأهله ثاني، يقول الإمام أحمد بن حنبل الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وأهله ما أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا، يعني حسد غبطة بتمني مثل حاله، إلا في واحدة من هاتين الحالتين، وهي الإحسان إلى الناس بالعلم أو بالمال. وما عدا هاتين الحالتين لا ينبغي أن يتمنى العبد مثل حاله لقلة منفعته للناس. ومن الأدلة كذلك ما ورد في السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وذكر حديث المسح على الخفين، وقد ورد في حديث أبي داود والترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ففي الحديث الأول حف الملائكة له إلى السماء الدنيا، حف الملائكة له إلى السماء الدنيا. وفي الثاني
وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجناح حفظ وحماية وصيانة. فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة لطالب العلم وحبها إياه وحياطته وحفظه. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. ومن الأدلة كذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك، سلك الله به طريقا يحصل له ذلك. ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته. ثاني، فهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله لما له من حياة الذكر والثناء. فجران أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. ومن أدلة كذلك على شرف العلم وفضله ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والحاكم وصححه من حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. حديث ثاني، حديث جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أربعة أقسام.
خيرهم من أوتي علما ومالا فهو محسن إلى الناس بعلمه وماله، ويليه في المرتبة من أوتي علما ولم يؤت مالا، من أوتي علما ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية. والثالث ثالثا من أوتي علما ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية، فذلك إنما كان بالنية. والثالث من أوتي مالا ولم يؤت علما، من أوتي مالا ولم يؤت علما. والرابع من لم يؤت مالا ولا علما ونيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله، فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه، والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته. ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وطلبه ما رواه كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العلم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وأهله ما رواه خميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس، فقال: يا خميل، القلوب أوعية، فخيرهما أوعاها، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل: والمال تنقصه النفقة ومحبة العمل، ومحبة العلم أو العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعينهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره. علما لو أصبت له حمله، بل أصبته لقينا غير مأمون عليه. استعمل آلة الدين الدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو من قاد الله الحق لا بصيرة له في إحيائه، يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شكر. اللهم لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات، ثلث القياد للشهوات، أو مغري بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه، فقسم أمير المؤمنين الناس تقسيما في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وزهد العلل. أما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطالبه ليس بعالم ولا طالب له. فالعالم الرباني هو الذي
لا زيادة على فضله لفاضل، ولا منزل فوق منزلته لمجتهد، فقد دخل في الوصف له بأنه رباني، وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بما خالفها. وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الذي يتعلم ما ينفعه ويقصد بتعلمه نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرفض بنفسه عن إهمالها واطراحها والأنف عن مجالسة البهائم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنيئة والحل الخسيسة التي هي في الحضيض الأسقط والهبوط الأسفل التي لا منزل بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. قوله أتباع كل ناعق أي من صاح بهم ودعاهم تبعوه، سواء دعاهم إلى الهدى أو إلى الضلال، فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، فهم مستجيبون لدعوته. قوله يميلون مع كل ريح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف، وشبه الأهواء والآراء بالريح، والغصن يميل مع الريح حيث مالت. قوله لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق بين السبب الذي جعلهم بهذه المثابة، وأنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به فإذا عادم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب، فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه. قوله العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب، وصاحب المال يحرس ماله. وقوله العلم يزكو على الأنفاق والمال تنقصه النفقة، فالعالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له به علم ما لم يكن عنده. فالزكاة العلم طريقان، أحدهما تعليمه والثاني العمل به، كما قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعضهم: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فقد أورد العلامة ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة 40 وجها لفضل العلم على المال، نذكر بعضها مختصر: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة. صاحب المال إذا مات فارق ماله، والعلم يدخل معه قبره. العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. العلم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقر. المال يحصل للمؤمن والكافر، والبر والفجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. النفس تزكو بجمع العلم وتشرف بتحصيله. والمال لا يزكيها ولا يكملها، بل تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه، فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصاها. المال يدعو إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعو إلى التواضع والقيام بحق العبودية. حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب المال وطلبه أصل كل سيئة. ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. المال يمدح صاحبه بتخليه عنه وإخراجه،
المال يمدح صاحبه بتخليه عنه وإخراجه، والعلم يمدح صاحبه بتحليه واتصافه به. الغني بماله لابد أن يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بمفارقته، والغني بعلمه لا يزول غناه ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم. فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة دائمة مستمرة لا يلحقها ألم. قوله صلى الله عليه وسلم: حبة العلم أو العالم دين يدان به، لأن العلم مراث الأنبياء والعلماء ورثتهم. وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه، وذلك دين يدان به. نسأل الله سبحانه وتعالى، الله أسأل أن يجعلنا من أهل العلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم يا رب العالمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وسرها وعلانيتها. يا رب يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،
ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد. اللهم قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أيها